حياكم الله مشاهدينا الأكارم في حوار السلطة في أولى حلقات هذا البرنامج. البعض يسأل لماذا الاختيار في سامراء؟ لأن فيها الاستقلالية. محور حلقتنا لهذا اليوم سيكون بين إدارة وقوة الدولة ومزاجية الكتل السياسية، وكيف ستدافع الحكومة العراقية عن سياساتها في العديد من الملفات. حياكم الله مرة أخرى، وأرحب بضيف هنا في الاستوديو الدكتور أحمد الشريف الخبير الاستراتيجي. حياك الله، مرحبا بك دكتور. وأرحب بضيف أيضا الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا وسهلا. اسمح لي أن أبدي دكتور أحمد الشريف. حياك الله دكتور مرة أخرى، وأسألك تحديدا في السنة الأولى من عمر حكومة السيد محمد الشياع السوداني، كان هو ووزرائه بمنأى وبعد كبير عن القوة السياسية فيما تجري من خلافات، لكن في السنة الثانية وتحديدا في الستة أشهر الأخيرة نلاحظ أن رئيس الوزراء بدأ نوعا ما يتقرب لهذه القوى السياسية. ما الذي دفعه؟ هل هناك هي الأزمات المتراكمة، أم الوضع بشكل عام يدفع رئيس الوزراء لأن يكون ضمن جو الحوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الظروف التي تشكلت فيها الحكومة، وعني بها حكومة السيد السوداني، كانت ظروف استثنائية، لا سيما أنه كانت نسب المشاركة عليها علامات استفهام، ولم تكن علامات استفهام وتردد فقط من الرأي العام العراقي بقدر من كان الإشراف الدولي والرقابة الدولية. الإشراف الدولي لممثلة الأمم المتحدة، والرقابة الدولية ممثلة للسفيرة الأمريكية، إذن كانت لديهم علامات استفهام. وبالرغم من المرحلة كانت قلقة جدا ونسب المشاركة متدنية، أفرزت فوز أغلبية موصوفة بأنها إلى التحالف الثلاثي اللي هو حلبوسي برزاني والتيار الصدري. الخلاف الذي حصل ووصل إلى حد الاشتباك في المنطقة الخضراء وهي معقل صنع القرار السياسي دفع السيد مقتدى الصدر إلى الانسحاب، وبالتالي بدأت الخيارات تطرح بتشكيل حكومة تكون للإطار ولكنها حكومة مشروطة. مفردة المشروطة كانت وفق الشروط التالية: دوليا كانت هناك تعهدات للإرادة الدولية والسفيرة الأمريكية، على مستوى الشركاء بالوطن كان أيضا التعهدات للسيد الحلبوسي والسيد مسعود البرزاني، ثم التعهدات للرأي العام العراقي في مسألة ملفات الفساد وما إلى ذلك. كل هذه بالحقيقة كانت تمثل السنة الأولى هي ترتيب الأوراق بالنسبة للإطار للدخول في مرحلة التمكين. على سبيل المثال مسألة في مؤسسات الدولة، الإقصاء والتقريب، وحتى على مستوى الإعلام، يعني تلاحظ على شبكة الإعلام العراقي بمجرد أن صعد الإطار إحنا حجبت عنه، بل وضعنا على القائمة السوداء. ليش؟ أنه يقول لك سنعمل وفق نظرية جاكوبية. نظرية جاكوبية هذه قضية دالة في الدساتير الفرنسية. الفرنسيين هي مرحلة ما تجاوزت بضع شهور صارت ثورة في فرنسا قادها شخص اسمه جاكوبز. هذا جاكوبز شوال قال الحياة لمن يؤيد الثورة، الحياة السياسية والحياة حتى على مستوى التصفية الجسدية. فوصلوا إلى مرحلة في العام الأول كان هناك تنسيق بين الائتلاف الحاكم وبين الحكومة للوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة الأطمئنان في التمكين بالدولة والسيطرة على الدولة. بعد السيطرة حصلت الخلافات. على سبيل المثال ثلاث مواد كانت متعسرة التنفيذ ولكنها أعطيت كوعود: القانون النفط والغاز، المادة 140 للانتخابات المبكرة، الثلاثة ما صارت. الفارق الغريب أنه من يمثل الدولة العميقة يعني به السيد المالكي الآن هو الذي يطالب بالانتخابات المبكرة تأسيسا على خصومة أصبحت بين الائتلاف الحاكم وبين الحكومة. فإحنا أمام معادلة بالحقيقة. نعم السنة الأولى كانت مستقرة ليس استقرارا بقناعات وإنما لتحييد الخصوم السياسيين والذهاب باتجاه التنفيذ. جيد، ممتاز. حياك الله دكتور، ارحب بك مره اخرى. هنا اود ان اسال عن يعني تحديدا دور رئيس الوزراء في السنه الاولى. لا اقول انه كان منكفئا على نفسه او يتابع عمل الحكومه فقط، لكنه كان بمعزل عن قول سياسيه تماما. الهدف من عند الاغلبيه تقول انه لا يريد ان يكون جزء من المشكله، لكن في الفتره الاخيره رئيس الوزراء كان واضح وقريب من القوى السياسيه ويحاول بكل الطرق. دكتور حسين علاوي وهذا سجله انت شنو زين، بكل الطرق انه يحاول بكل الطرق المرحله احتواء الازمه من اجل الحفاظ على حكومته.
طبعا يعني اولا هن العراقيين والعالم العربي والاسلامي يعني قدوم العام الهجري الجديد، ونتمنى ان يكون عام خير وبركه على العراقيين وعلى المسلمين وعلى المنطقة حقيقة، ويعني تعيش المنطقة حقيقة استقرارا، تنتهي أزمة غزة وأهلنا في فلسطين طبعا أن يعيشوا استقرار تام طبعا وعودة حقوقهم التاريخية بدولة فلسطينية كريمة بهذا المسار، وكذلك بالمقابل استقرار للبلد والعراق، وهذا طبعا ما يعمل عليه السيد رئيس وزراء. شيء ثاني هنيك أنه على البرنامج. شكرا. وعلى الحوار وعلى الحرية حقيقة اللي أنا سمعت أخي وصديقي الدكتور أحمد حقيقة حول هذا الموضوع. أنا أتوقع أنه المبدأ الأساسي للسيد رئيس وزراء هو العدالة لكل العراقيين، وهذه النظرة العادلة حقيقة اللي يعمل عليها السيد رئيس وزراء هي استحقاقات مؤجلة، وهذا مو إحنا نقوله هم كذلك حتى ينصفنا الوضع العام، أنه تقرير صندوق النقد الدولي أشار بصورة واضحة أنه أكو مشاكل مؤجلة. طيب. وعديدة. شيء آخر أنا تقلت إحنا هل إحنا جزء من المشكلة لو أنه القوى السياسية هي المشكلة؟ أنا أتوقع هي المشكلة الأساسية. يجب أن نفهم ماكو حياة ديمقراطية من دون قوة سياسية، وماكو حياة ديمقراطية من دون قوة. أنا قلت هو ابتعد دكتور ابتعد بالسنة الأولى سيد رئيس. أرجع لك حتى نرجع للموضوع. فإحنا دا نعمل مع القوة السياسية سواء في السنة الأولى أو في السنة الثانية. نعمل مع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي على اعتبار أنه قوة مشاركة في الحكومة ومؤسسة لدعم الحكومة داخل البرلمان. طبعا. وبالتالي عملية التداول والعمل المشترك اللي جرى بدليل أنه سبعة أشهر تأخرت الموازنة يلا قرت، وبالتالي كان معناه أنه القوى السياسية كان لديها كذلك وجهات نظر في هذا الموضوع وهذا المسار. لكن بالمقابل لأول مرة نعود إلى خط الدولة الأساسي وهو الدولة الاتحادية اللي هو بالأخير الاتفاق السياسي اللي أشار دكتور أحمد ومهمة جدا. هي ليست أجلت هذه النقاط، ولكن بالمقابل يجري العمل عليها وفقا للاستحقاقات وفقا للمسارات ووفقا للإرادة السياسية الموجودة للقوى السياسية سواء المشكلة في ائتلاف إدارة الدولة أو في الإطار التنسيقي. وبالتالي السيد رئيس الوزراء كان الاهتمام الأساسي والأول أنه كيف نرجع الثقة ما بين المواطن وما بين السلطة السياسية. هذه نقطة حقيقة واجهت مشاكل كبيرة بعملية شلون نقول إحنا الشهر الثامن من 22. هذه كانت مشكلة كبيرة ممكن كانت تجر البلد إلى متاهات جديدة، ولكن بالمقابل حكمة القوى السياسية العراقية، حكمة كذلك وعقلانية السيد رئيس وزراء في إدارة القرار السياسي في شراكته مع القوى السياسية العراقية في استعادة الثقة كذلك المواطن، وهو المواطن اللي هو جعلنا باستراتيجية الأمن القومي نضع أنه شعار أساسي هو العراق أولا، والخدمة العامة هو عنوان عام للبرنامج الحكومي اللي دا نعمل عليه حقيقة. لكن السؤال الأساسي هو الآن هل وصلنا إلى المراد؟ أنا أقول لك لا، بعدنا بالبداية. ليش؟ لأنه إحنا نحتاج موارد مالية، نحتاج كذلك بالمقابل دعم سياسي من القوى السياسية ودعم برلماني في إطار دعم مسارات البيئة التشريعية اللي تحتاج العديد من التشريعات واللي تعطلت بسبب الحرب على الإرهاب، بسبب المشاكل السياسية، بسبب عدم قدرة كذلك الحكومات السابقة في الوصول إلى نقطة الاستقرار. الآن اللي هو هذا دا يعمل عليه السيد رئيس وزراء هو كيفية أنه استدامة الثقة مع المواطن من خلال الخدمات، وهذا ما واضح جدا أنه أكو قبول، ولاحظنا باستطلاعات الرأي اللي مو أقامتها الحكومة وإنما اللي أقامتها مراكز دولية. بس دكتور بس أشار لك إلى قال لك الشريك الأساسي السيد المالكي هو الآن اللي يدعو الانتخابات مبكرة وهو اللي الآن هو بس اسمح جزء لي من الخصم. بس إذا تسمح لي أنا هم أريد أوضح في النقطة الأساسية. الانتخابات نعم هي استحقاق طبيعي للنظام الديمقراطي بالعراق، والعراق مارس يعني العديد من الممارسات الانتخابية اللي آخرها راح يكون هسه الآن في إقليم كردستان العراق، وقبلها كان في انتخابات مجالس المحافظات. لكن بالمقابل لأنه هذه الانتخابات كذلك أمامها استحقاقين، استحقاق مالي واستحقاق زمني. الاستحقاق الزمني تحدد المفوضية كإطار زمني محدد له بهذا المسار، يعتمد على الإرادة السياسية ويعتمد على البرلمان، وهذا سياق دستوري معروف، يعني ما نريد احنا نفسر التفسيرات اللي هي معروفة الآن للكل للجميع. لكن بالمقابل لأنه علينا كذلك أن ننظر بهذا الاتجاه إلى كذلك الاستحقاقات الاجتماعية اللي الآن متطلبات. طيب. في قضية الكهرباء ومحاولتنا للعمل والمسير نحو تفكيك هذه المشكلة. حيف الند الكيان اليوم دكتور أحمد كله حيف الند الكيان. لا ما يخالف، لا ما حيف الند الكيان كله. بالعكس لا احنا ما وين الخلاف ده؟ يقول لك اكو دعم واكو توافق ما بين القوى السياسية مع رئيس وزراء. حضرتك تقول في الفترة الأخيرة صارت خلاص صار خلاف ما بين القوى السياسية. لا أنا ما أقول لك لا هو ده يقول. إيه بس أقول لك أنا ده أقول لك إحنا بالعكس إحنا الآن حضور السيد برزاني مسعود البرزاني إلى بغداد وحواره مع القوى السياسية العراقية أعطى إشارة مهمة جدا إلى أن هنالك عمل كبير من قبل السيد رئيس وزراء. طيب. وزراء لوضع طاولة لكل القوى السياسية وقادتها من أجل المجتمع والشعب واستقرار المعادلة السياسية. طيب. ممتاز. تفضل دكتور.
هو بالحقيقة يعني خلي يعني نبتدئ من حيث انتهى دكتور. العلاقة بين الحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. كنا نأمل في ظل توجه كان واضح إنه رغبة لإصلاح هذه المعادلة. كنا نأمل لتكون العلاقة أفضل. وجدنا إنه الأمور تراجعت بشكل كبير جدا. شوف رسالتين صدرت من إقليم كردستان. رسالة كانت ذات بعد دولي. يوم طالبوا بقضية الاستفتاء وقضية الاستقلال وليس الانفصال. والرسالة التي تضمنتها زيارة السيد مسعود البرزان لأنه من حيث التوقيت قريبة جدا مع زيارة السيد مجرضان، فإذا كانت القضية ذات بعد إداري وإجرائي فمن باب أولى رئيس حكومة إقليم كردستان مع رئيس الحكومة الاتحادية يجري تذليل العقبات والأمور التي يفترض أنها تحت مظلة الدستور والقانون تحل. لكن لماذا جاء السيد مسعود البرزاني؟ وبالمناسبة زيارة حساسة ومهمة واستقبل كاستقبال وكأنه رئيس دولة، أرادوا أن يرحبون به. لكن الفرق الغريب ما وجدنا مؤتمر صحفي مع كل القوى التي التقى بها، مؤتمر صحفي وضح للرأي العام وهي قضية رأي عام أنه أنا ليش دا أزورهم؟ أنا أقول لك ليش يعني شاف حجم المشاكل الكبيرة فاضطر لهذا الشيء. أبداً نقل رسالة، نقل رسالة مفادها أنه هذا التحذير الأخير وهذه المرحلة الأخيرة، لأنه بالأساس كانت حكومة السيد السوداني توصف أنها حكومة الفرصة الأخيرة. وإذا بينا نجد أن السلاح اللي كان يفترض من البرنامج الحكومي يكون تحت مظلة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة، وإذا بالسلاح أصبح سلاح عبر للحدود ودخل في معادلة الصراع الإقليمي ووحد جبهته ويا من؟ ويا الحوثيين. الحوثيين يعني ضمنا كإطلالة بحرية البحر الأحمر مضيق باب المندب 60 دولة بما فيها حليفهم الصين هدد أمنها القومي مع، فأنت من تجي توحد المواقف دون العودة حتى إلى القائد العام للقوات المسلحة واستشارته في هذا الأمر وجعل العراق ساحة لصراع توازن إقليمي يمس بالأمن الدولي، وهذا ما تحدثت فيه أو عنه الولايات المتحدة عبر سفيرته، بل استبدلت ممثلة الأمم المتحدة واستبدلت السفيرة الأمريكية على هذا الأساس. فإذا عندنا إخفاق وهذا الإخفاق كبير جدا. طيب ليش أنا أحمل رئيس الوزراء الإخفاق؟ ليش ما أحمل القوى السياسية اللي موجودة؟ مو هي هاي هنا تجي نقاط التعهد. تعهدات من قاعدة وهم ما أخذوا التعهد من الإطار. الإطار قالوا إنه هو سلطة تشريعية دورها ثلاثة أبعاد، رقابة وإشراف ومتابعة. لكن أنت يا صاحب السلطة التنفيذية اللي اعطيتنا وعود نريد أكتفي بوعودك. جيد، يعني رسالة الرئيس البرزاني بما معنى رسالة تحذيرية حول ماذا؟ حول احتمالية انهيار النظام السياسي. ليش؟ لأنه عندما ينتظم المنتظم السياسي في مسار يتنافى والقيم الأساسية التي على أساسها جرى تغيير النظام السابق والتعهدات الدولية. يعني أنا اليوم أجي أطالب جيب لي منطق، خلي نخضع القضية المنطق. أنا أجي أقول للتحالف الدولي أطلع وللأمريكان أطلعوا، فمئة بالمئة راح تكون عندي ثغرة على مستوى القدرات. أتحدى أي ضابط من المقربين إلى السيد السوداني من رئاسة الأركان إلى وزير الدفاع وإلى وزير الداخلية يقعد قبالي. أي انسحاب للتحالف الدولي والانسحاب الأمريكي سيحدث ثغرة في القدرات الوطنية. فهم ليش ما يعرفون هذا الموضوع؟ يعرفوه، بس شو يقول لك؟ يلا إذا طلعوا راح يملون الروس ويملون الإيرانيين. طيب الولايات المتحدة تقبل هاي المعادلة؟ دكتور حسين اختصاص، أنا أتوقع اختصاص بالرد. لا 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 مو اختصاص بالرد. لا لا أنا أريد أوضح قضايا هواية ذكرها دكتور أحمد. أولا السيد رئيس وزراء حقيقة يبني الآن خيارات وطنية عراقية في إطار أنه إنهاء مهام التحالف الدولي، وكذلك اللجنة العسكرية العليا توضع جدول زمني في إطار بناء القدرات والاستعداد القتالي، وهذا معروف جدا يعني عند رئاسة أركان الجيش وكذلك قيادة العمليات المشتركة واللجان الفنية اللي هي تقدم تقاريرها، والدكتور أحمد يعرف هذا الموضوع لأنه هو ضابط عسكري بهذا المجال. وما أتوقع أنه القائد العام للقوات المسلحة سيتوانى عن المصلحة الوطنية العراقية، أين ولذلك هو قال بالبيت الأبيض عندما التقى بلقاء القمة مع بايدن ما سينتج من نتائج من اللجنة العسكرية العليا سنتعامل معه بصورة تامة بهذا المسار، وبالتالي هذا المسار احنا ماضيين به بهذا الاتجاه. قضية أنه سيطرة القائد العام للقوات المسلحة على إدارة الأمن القومي العراقي براً ويعني وجواً وكذلك بحراً، هذه أكو سيادة تامة
للقرار الوطني العراقي. تبقى قضية أنه الآن البيانات اللي تصدر من الفصائل هذا موضوع الآن حقيقة يحتاج إلى حوار، وهذا الحوار بدأ به السيد رئيس وزراء وأوقف كل العمليات تجاه القواعد العسكرية العراقية في فترة انعكاس أزمة غزة على الأراضي، على المنطقة العربية والأراضي العراقية، وهذا ما نجح به السيد رئيس وزراء بهذا المسار. حد أي ضابط بيرتب كبير؟ لا لا الكل الكل لا لا الكل أنه يتعهد رئيس الوزراء صفة قائد عام قوات المسلحة والوزراء بأنه هم قادرين على سد الفراغات الأمنية. لا لا شوف 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 القادة الموجودين بالقوات المسلحة العراقية، كان السيد نائب قائد العمليات المشتركة والسيد رئيس أركان الجيش العراقي أو السادة الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية وكذلك رؤساء الأجهزة الاستخبارية والأمنية كذلك ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك بالمقابل رئيس هيئة الحشد الشعبي، الكل الآن متفق أنه يقدم الرؤية الواضحة إلى السيد رئيس وزراء، وكذلك السيد رئيس وزراء يناقشها مع قادة القوى السياسية العراقية كان في الإطار التنسيقي أو كذلك في ائتلاف إدارة الدولة ومع البرلمان العراقي، وبالتالي العلاقة علاقة تكاملية والقرار قرار وطني سينتج بهذا المسار، وهذا ما تعمل عليه حقيقة الحكومة العراقية بهذا الاتجاه. قطعا احنا ما عندنا اي شيء، بس اذا اسمح لي بس هو دخل اكمل لك، خلي ارد على هاي المواضيع اللي اثارها دكتور احمد. اي قائد عام قوات مسلحه، رئيس وزراء صفة قائد عام قوات مسلحه، وزير الداخليه، وزير الدفاع، مستشار الامن القومي، نعم خلي يطلعون يتحملوا المسؤوليه امام لا اكيد العراقيين. لا بدي اقول لك احنا بس اسمح لي عزيزي يطلع يقول لي انا اتحمل المسؤوليه، اقول لك احنا الكافي انه نقود هذا البلد. اقول لك بس اسمح لي، لا هو من بعد هو من يقود البلد ليش؟ يعني اقصد بعد رحيل التحالف الدولي. لا لا استاذ نصير، هاي واحده من المشاكل اللي تصير. مو مشاكل استاذ نصير عزيزي، انت لو ترجع بال 2014 التفويض اللي اعطيه لمشاركة التحالف الدولي في دعم القوات المسلحة العراقية بهذا المجال هو توفيق مو بري، يعني ما كانت قوة قتالية حتى تكون أنه لها أهمية استراتيجية أولوية يعني حيث الأولويات القصوى، ولكن بالمقابل العراقيين هم اللي قاتلوا والشهداء هم عراقيين والجرحى هم عراقيين والمنتصرين الآن القوات المسلحة اللي انتصرت هي عراقية وموجودة. طيب رجع على دكتور، بس اسمح لي مو أنا أقول لك هذا الشغلة. إحنا بما يخص انتهاء مهام التحالف الدولي اتخذنا قرار في 5/1/2024 نهاية مهام التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف الدولي اللي هي أكثر من 84 دولة بما فيها حلف الناتو متفقين أنه هذه المهام انتهت بعد 10 سنوات على عملية انتصار القوات المسلحة العراقية. لكن بالمقابل نتفق أنه في مجال بناء القدرات طبعاً السيد رئيس وزراء ده يعمل على سلاح الجو، على سلاح الدفاع الجوي، على سلاح إدامة القوات البرية، على كذلك بالمقابل استدامة القوات البحرية، هذه كلها قاعدة نتعامل وياها. ليش هي اللجنة مال التسليح العليا يعني قاعد تجتمع على الأقل بالسنة 4 مرات 5 مرات، هي شو تناقش غير تناقش العقود العسكرية، تناقش اتفاقياتنا الدولية وكيف نحولها، تناقش كذلك انتقال علاقاتنا الثنائية مع دول التحالف الدولي، وهذا ما بدأناه مع المملكة المتحدة، الآن عندنا مسودة للاتفاق يعني خاص باتفاقية استراتيجية مماثلة لاتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا مع إسبانيا الآن حوارات عميقة بهذا المجال، عندنا مع ألمانيا بهذا المجال وغيرها حقيقة من دول الاتحاد الأوروبي بهذا الاتجاه، حتى هولندا عندنا بهذا الاتجاه. يعني مزاج القوى السياسية والكتل السياسية مع داعمة ما هي طلعت، لا طبعا هاي قبل أيام قبل يعني أسبوعين أو 10 أيام طلعت بيان قالت إحنا داعمة لمخرجات اللجنة العسكرية العليا اللي تقوم إدارة الحوار ووضع الجدول الزمني مع دول التحالف الدولي بهذا المسار. عندك ردود على دكتور؟ لا أكيد، أنا بس قصد أنا أقول العراق غادر لحظة نتائج الاستفتاء لأنه مشاركة الأخوة القوى الكردستانية في الحكومة العراقية وخصوصا في حكومة الأستاذ محمد الشيع السوداني غادرنا هاي اللحظة. لكن كذلك بالمقابل الآن بالاتفاق السياسي هناك استحقاقات طبعا تعمل عليها الحكومة العراقية مع القوى السياسية العراقية باتجاه مواجهة الأزمات اللي كانت أزمات ممتدة اللي هي قضية الرواتب وقضية تصدير النفط وكذلك التنسيق الأمني، وهذا بالتالي ما تعمل عليه الحكومة الاتحادية بهذا المجال، بالإضافة إلى إيجاد فرص للشراكة جديدة في مواجهة تحديات كانت منذ 40 سنة هي قضية مسك الحدود على الخط الصفري مع الجانب التركي وكذلك مع الجانب الإيراني وقضية البككة، وهذه أنا أتوقع الآن نعمل عمل كبير جدا بهذا المسار ونمضي، ولكن بالمقابل نحتاج وقت، نحن نكون واقعين بهذا نحتاجون وقت دكتور. بس أكو يعني قوة وإرادة الحكومة والدولة أقوى من المزاج السياسي؟ لو تشوف أن المزاج السياسي هي القوة السياسية هي ما تسير عمل الدولة. قطعا القوة السياسية راح استعير لك قضية طلع عليها الرأي العام العراقي عبر تصريح واضح من الشيخ قيس الخزعلي، قال رئيس الوزراء لا يعد كونه مدير عام عندنا، فالمدير العام هو تنفيذي يعني بحسب رأيهم. شوف المعطيات التي تجري على سبيل المثال،
ربما واحدة من الدوافع التي دفعت السيد مسعود البرزاني إلى هذه الزيارة التي لا زالت بشكل أو بآخر مبهمة للرأي العام. يعني ليش صارت عليها آراء؟ أقليم كردستان يعاني من حالة خواء أمام النفوذ التركي، ووصلت مرحلة تركيا بالاجتياح إلى درجة أنه تسوي سيطرات وتأخذ باج للمواطن الكردي في أقليم كردستان، تأخذ باجاتهم وكأنه هي سيطرة سيادة فرض إرادة. واحدة من هاي تريد تحملها لرئيس الوزراء؟ نعم. ليش؟ أنا على أساس أجي يعني وقت لما يصير أكو إيجابية ما يتحملها رئيس لا الوزراء؟ لا أبداً، هذه بس تصير سلبية لازم يتحملها رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية. السياسة العليا من ترسمها؟ ترسمها حكومة السيد السوداني يخالف على أي؟ لكن أنت بتجي تقرب لي الترويكا الثلاثية اللي هي قطر تركيا إيران، وتبدأ بشكل أو بآخر تعمل على إرضائهم في برنامج معين، تقرب جهة وتبعد جهة، تعطيني مبررات حتى يقتنع الرأي العام والمشاهد الكريم ما هو السبب في إقصاء شخصية الحلبوسي إلا إذا كانت دوافع إقليمية. ما عندنا كيان سياسي ينبع من رحم الإرادة الوطنية، كل الكيانات السياسية ضمن توازنات إدارة الصراع الإقليمي والدولي، وما من شخصية إلا وعندها ارتباط إقليمي يغذيها. ليش انضرب السيد الحلبوسي وقرب على سبيل المثال شخصيات أخرى؟ ليش؟ لأنه أكو فواعل إقليمية اعتمدت بشكل أو بآخر ومنحت استثمارات فواعل سياسية داخلية؟ نعم أذرع. وهذه هي المتبنيات. نخشى أنه يعاد إنتاج ذات التجربة اللي هي عدة خطأ استراتيجيا ارتكبه عادل عبد المهدي نزولا عند رغبة التوازنات الإقليمية، أصلا بها مجازفة إلى درجة المقامرة بالوطن. أنه أنا أجي شوف الطوبائية بالتفكير، أنا أجي أقرر كسلطة تنفيذية إخراج القوات الأمريكية، يجي البرلمان بالتنسيق ويا البرلمان اللي يعني عندي به أغلبية يطالب أيضا بمغادرة الأمريكان وقوات التحالف، وبنفس الوقت أروح إلى الصين أبرم اتفاقية وأتخذ من الصين حجر زاوية لاحتواء النفوذ الأمريكي. ليش هي الصين غيرت لك النظام؟ الصين اتفقت وياك على النظام الجديد في العراق الذي يفترض أن يتكامل مع النظام الدولي الجديد إقليميا ويندمج إقليميا وفق الرؤية الأمريكية. فكانت مجازفة كبيرة دفعنا ثمنها بشكل باهظ. طيب. والآن يصار بشكل أو بآخر لإعادة إنتاج التجربة. وقضية وجود الصين، شوف الولايات المتحدة تقول أنه لا بأس تعاملوا مع الصين، لكن فيها محاذير الطاقة والاتصالات، هذه إلها خصوصية. بس دكتور في بالواقع التوازنات. بالواقع الحكومة الآن ما متخوفة من أي شيء. تعرف ليش ما متخوفة؟ ما متخوفة يبدو أنهم سيطر على وضعها بشكل واضح. لا أبدا. شو وجه السيطرة؟ يوم أمس ملازم أول طلع عندنا بالبصرة رئتين العراق، طلع واحد تهمة سرقة وجدت مذكرة كسلطة تنفيذية انفاذ القانون، طلع ده يعتقله. اجت مدرعات مال فصيل مسلح طارده ومهزوم من بيته. وين انفاذ القانون؟ اثنين، نائب برلمان اعلى سلطه بالبلد شلو؟ سلطه تشريعيه. جمهوري برلماني بالامطره وسيارته وبيته بالرصاص، وطلع رئيس البرلمان يستغيث برئيس بالقائد العام للقوات المسلحه ووزير الداخليه. من اللي امطر؟ قالوا قوه خارجه عن القانون. زين اذا انا ما عندي قدره حمايه نائب بالبرلمان، شلون احمي وطن كامل واطالب بخروج التحالف الدولي وخروج الامريكي؟ شلون رئيس الوزراء والحكومه تقدر تحمي وطن كامل وتريد؟ هذا شوف الموضوع الان مجازي، عمليات المقارنه. شوف هذه المشاكل، انا اقول الزمن يعني الحالي هو كفيل بتفكيكها خلال المرحله الحاليه والمقبله، لان هذا تحتاج وقت. هذا تحتاج وقت، لان هذا مو اليوم في ظروف العراق وفي ظروف المنطقه ما عندنا استعداد مزيد من الوقت. لا مو على متفشي، مو ماكو مزيد. هذا بهذه القضيه مال عمليه الانتقال من الحرب الى السلم والاستقرار والتنميه يحتاج وقت. هذه مقاييس دوليه، تجارب دوليه صارت بعده من الدول مرت بهذه التجربه مالتنا، يعني مو هي بعيده عن هذا الموضوع. وهذا يحتاج حقيقه، لانه احنا الان ليش بدنا ندرب القوات الامنيه؟ ليش بدنا نعيد هيكله؟ ليش بدنا نعيد انتشار مراكز الشرطه حتى تكون بديل لعمليه فرض القانون ونطور اليات فرض القانون؟ بالفعل يعني نتفق اكو تحديات بهذا المجال، احنا مو غاضين النظر عن هذا الموضوع. ولذلك هنالك مسار تعمل عليه يعني القوى الامن الداخلي وكذلك بالمقابل القوات المسلحه بهذا المجال. الشيء الاخر والمهم هو شوف القضية مال التحالف الدولي هي كأنه الآن يسوق للموضوع أنه
راح تاثر على الامن القومي للدوله، لا ما راح تاثر على الامن القومي للدوله، خلينا نكون واقعيين، لكن انه بالمقابل لانه شنو البدائل؟ انا اقول لك السيد رئيس وزراء السيد محمد الشاعر السوداني بده يشتغل على البدائل مع قاده القوى الامنيه وبده نصنعها من خلال قدره الموازنه ومرونتها. وبالمناسبه احنا الان الانفاق العسكري على حولناه من انفاق مفتوح الى انفاق ذكي هادف الى بناء منظومه عسكريه سليمه قادره على الدفاع، على يعني الدفاع الجوي وكذلك القوات الجويه، وهذه مرتكزات اساسيه الان بالعقائد العسكريه الموجوده بالعالم، يعني الدكتور احمد يعرفها بهذا المجال. شيء اخر، احنا عندنا الان تفوق كبير بقضيه العمليات الخاصه بهذا الاتجاه، وهذا بالتالي ما يجعل وين المخاطر اللي ممكن تواجه الحكومه؟ لا انا اقول لك مخاطر على انهاء مهام التحالف الدولي، مو بس مهام، قطعا كل ما عندنا مفاصل الدوله، لا قطعا ما عندنا، حتى ما اشار الدكتور احمد يعني قضيه سعاده السفيره الامريكيه، هي هذا اجراء يعني اداري خاص بالحكومه الامريكيه وخاص بوزاره الخارجيه الامريكيه بالمدد الزمنيه اللي تمثل حكومتها هنا بالعراق، فبالتالي هذا شيء اداري. قضيه انهاء مهام اليونامي قضيه انتهت انه في اطار وضع العراق الحالي، يعني العراق الان لا هو في فتره 2003 ولا هو في لحظه العقوبات الدوليه في 91 وما بعدها ما تلاها من العقوبات. دكتور انا اليوم حضرتك مستشار رئيس وزراء، عندكم كثير من الملفات تدرسوا الملفات، انت وين اليوم تشوف انه اكو خطوره في حكومه السيد محمد الشياع في هذا الملف المعين؟ لا انا اقول لك ما عندك، لا امورك كلها تمام هيك قول لي. لا مو امورنا تمام، لا مو امورنا تمام، ولكن بالمقابل احنا بدنا نعمل بقدراتنا الذاتيه اولا وبتحالفاتنا الاستراتيجية مع الدول الصديقة للعراق، وكذلك بالمقابل استثمار الفرص الاقتصادية في هذا المجال. كل همنا الأساسي الآن حقيقة أنه كيف نركز على المواطن، كيف نركز على البنى التحتية، وكيف نركز على التنمية. ولذلك المشاريع الآن بدأت تفتتح واحدة تلو الآخر، ولكن بالمقابل هل هذا كافي؟ اقول لك لا، لان احنا الان يعني نهتم بقضيه الشباب وادماجهم بالاقتصاد الجديد. ليش السيد رئيس الوزراء كان في الفتره الماضيه مبتعد عن القوى السياسيه؟ لا بالعكس، ليش الان اصبح قريب جدا؟ بس اسمح لي، ما هو شخصيه تحدث في اكثر من مكان، في اكثر من انت حضرتك لو بس تراجع المحاضر مال الاجتماعات اللي تصدر عن ائتلاف اداره الدوله والاطار التنسيقي ستجد انه ليس هنالك ابتعاد، بالعكس احنا محتاجين الى الحوار. شنو الاطار التنسيق واتلاف اداره الدوله؟ ثلاث محاور عندها: دعم حكومه الخدمات، انتخاب رئيس مجلس النواب، التحالف الدولي. هاي صار لهم سنه. ولكن هاي اداره الدوله بهذه الطريقه. بس اسمح لي، لا 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 لا، بالعكس الموازنه وكذلك بالمقابل علاقاتنا الخارجيه، زيارات اللي قام بها رئيس الوزراء وكيف نستثمرها بالاقتصاد والتنميه حقيقه في تفكيك مشاكل كبيره مثل قطاع الكهرباء وقطاعات البنى التحتيه، المشاريع الكبيره الميجا بروجكت الخاصه بالقطاع الصناعي والزراعي، وهذه المبادره الخاصه السياديه الان بالدعم السيادي الخاص بالمشاريع الصناعيه وعملناه مع ايطاليا وكذلك بالمقابل الان مع فرنسا وغيرها حقيقه من الدول، والائتمانات الكبيره من المؤسسات الائتمانيه الكبيره اللي بدات، هذه كلها تناقش حقيقة سواء في الأبعاد السياسية مالتها، تناقش في إطار التحالف الموجود في ائتلاف إدارة الدولة، وكذلك الإطار التنفيذي تناقش مع الحكومة والجهاز الحكومي سواء مع مكتب رئيس الوزراء، مكتب المستشارين، وكذلك مع الوزارات سواء في مجلس الوزراء، مجلس الأمن الوطني، وكذلك في الجلسات التي تعقد في الاجتماعات الخاصة التي تعقد على قطاعيا، يعني أنت انظر طريقة التنمية وكيف أنه الآن وصلنا إلى مراحل جيده في فك القضايا التي قد تعيد حسب التعارضات. هذا الطريق طبعا هذا يحتاج وقت، يعني هذه مشاريع وبرامج اقتصاديه مهمه تاسسها للمستقبل، وهذا بالتالي احنا ما تعمل عليه الان سواء من حيث الموديل الاقتصادي، من حيث كذلك بالمقابل القدره على استدامه هذه المشاريع وكذلك القدره على افتتاحها وكذلك معالجه تركه المشاريع المتلكه السابقه. انت لو تشوف لو تجرد الان عمل الحكومه العراقيه على مدى السنتين حقيقه اللي احنا الشهر العاشر طبعا راح ندخل بهذا الاتجاه طبعا، احنا الان لو تلاحظها هذه المشاريع كيف كانت وكيف تغيرت وكيف انه حتى الابواب اللي عالجتها جلسات مجلس الوزراء في اضافه المكونات لقضيه انه استدامه هذه المشاريع وافتتاحها، لان اكو مشاريع كان المفروض انه باقي عليها 5% بس ما حد يرضى لا يوقع ولا يفتتحها، لكن السيد رئيس وزراء ناقشها مع وزاره التخطيط، ناقشها مع المحافظات، ناقشها كذلك مع مجلس الوزراء ووصل الى نتائج بهذا، وبالتالي عندما تصنع حلول في اجتماعات مجلس الوزراء وفي ائتلاف اداره الدوله وفي الاطار التنسيقي، هو هذا العمل بالاخير سواء السياسي او الحكومي الخاص بالحكومه العراقيه. المعطيات في الداخل، بعدين حروح بالمحور الاخر، المعطيات المنطقه وتاثيرها على العراق، المعطيات في الداخل تؤشر مؤشرات على انه سيستمر الوضع على ما هو عليه بهذا الاستقرار النسبي على اقل تقدير سياسي وامني، ام تتوقع انه
اقرب المقربين والخصوم الموجوده ستثير تراجع السياسي. تراجع أنا على يقين شوف إنجازات. لا هو نعم أنا أتفق يعني دكتور 60% الآن حققناه من المنهاج الحكومي، هذا ما نوقش حقيقة في ائتلاف إدارة الدولة وأمام كل القوى السياسية تمثل كل المكونات السياسية. ترى المنهاج الحكومي دكتور فقط يعني أوضح قضية. نعم. إحنا إذا نتحدث عن قضية الجسور لا لا فهذه والله ما أحكي لك جسور، أحكي لك بنية تحتية. لا لا هو على حتى على البنية التحتية على البنية التحتية الآن البارحة شردة أتابع عندنا كان مركز ترفيهي للضباط اعتقد هذا اللي بالعظم كان مهجور، راحوا ايش دا يسوون؟ دا يعيدون الترميمه ترفيهي على مود حفلات ومؤتمرات وندوات، في حين ارجع للبنى التحتيه مال الكليه العسكريه يوم اللي كانت التخرج اللي صار بوقت الكاظمي، وقت الكاظمي يعني كنت اطلع على العراقيه، من اجى السوداني انا وضعت على اللائحه السوداء بالنهايه. لا لا ما انا اللي ما يتشرف بي يعني ما تشرف بي، بعدين هذا الطاقم يتغير. لا فقط اقول لك قضيه العراقيه اكيد يعني كل احترام والتقدير ويقدرون ابدا اسمك وتاريخك وكذا، وانا على يقين حتى رئيس الوزراء يقدر اسمك وتاريخك ويمكن ايدي دكتور اكيد. هذه طبعا طبعا هم من يطلعون يتحدثون لانه يعني شردون يقولون زي. لكنه هو مكن جهات تحزب الامور، هذه مؤسسه رسميه تابعه للدوله وكل قائد راي لازم عنده. دكتور خلينا بعيد نجي. شوف لاني اقارب لك بين فتره الكاظمي وفتره السوداني. في فتره اصلا ماكو مقارنه يعني. لا لا خليني احكي لك على قضيه جهاز مكافحه الارهاب، الكل يتفق على انه هو الاعلى بالمهارات القتاليه وبالتدريب وحسن اداء المهام. في قضيه فتره الكاظمي وانا انتقدت هذه القضيه بشده، طلع واجب جهاز مكافحه الارهاب لتحرير مختطف. ما مختطفته جهه مسلحه لحزب فشل الجهاز، لا حرر المختطف ولا اعتقل الخاطفين ورجع، من في حين هو استبدل وجاب عبد الوهاب الساعدي وانطارت بفريق اول وما ادري شنو، وابدا فتحت صدر على انه احنا سنحتوي مساله السلاح المنفلت. طيب الان بدها تتكرر هذه الحاله، تجي الى الخدمات. خلي اسولف لك في الخدمات. الخدمات عندنا ثلاث ابعاد يجب ان هي التي تؤشر نجاح الخدمة من عدمها، الكلفة، الجودة، الزمن. الآن المتابع الكريم، منكم يقتنع يا عراقيين أن هاي الشركات الصينية اللي احنا اتفقنا وياها، هذا أداء الشركات الصينية اللي الدولة الوحيدة الآن توصف بالعالم أنها تمتلك العصا السحرية في اختزال الزمن؟ صح. أكو مجسر، شوف حتى هندسيا ما يقولون جسر، يقولون مجسر لأنه مصغر. فهذا المصغر أنا خليه 3 سنين يلا ينبني، هاي وحدة. ثانيا أن اليوم إحنا شو صار لنا؟ صار لنا 21 سنة من التغيير. من الآن بهاي إمكانياتك عندك قدرة أن تبني مجسر وتوسع لي الطرق. أريد تحاكم لي 20 سنة وين فلوسها وليش أخرونا وخلقنا معاناة؟ هاي لازم تكون ضمن العدالة. الحكومات السابقة افتح الملفات. افتح الملفات، تعالي الى مجلس محافظة بغداد قلهم ما كانت تجيكم تخصيصات مالية؟ ليش ما فتحتوا الطرق وخليتوا الناس وانتوا كل ياهو اللي تلزم اسلامي، لان انا دا اتحدث عن الاطار، قال الله وقال الرسول سواء كانوا السنة او الشيعة، ياهو اللي تلزمه يحكي لك بالدين وبالقيم. ما انت عندك سائق التاكسي، خلينا ناخذ ابسط عنوان سائق التاكسي، الرسول صلى الله عليه واله وسلم شو يقول؟ يقول الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. فهذا المجاهد يا دعاة الجهاد، هذا اللي مجاهد يريد يأمن رزق أطفاله، أبسط حق من حقوقه افتح له الطريق، افتح له طريق. 20 سنة أنت مخليني أنا الفتنس مالتي، أنا طيار مقاتل، الفتنس لياقتنا البدنية عالية، ضغطي يصعد وأقوم أدوخ بعد ما أقدر أسوق، هذا الرجال الكبير اللي طالع وراء أسرة تكسر الظهر، ليش سدين عليه الطريق؟ فأجي أريد أحاكم التجربة كلها. لا تقول لي أنا مسؤول أديت اليمين الدستوري أنا مؤتمن على حقوقهم، أقول لي 20 سنة عندك موازنة كانت موازنة توصف أنها موازنة انفجارية، وأنت يا صاحب الخطاب الإسلامي ده تهز قيم الإسلام، ما جاي تهز قيم عملية سياسية. دكتور إيش تريد تقول لي؟ تقول لي إحنا مقبلين على أزمة؟ نعم على أزمة. شو طبيعة بالمناسبة اللي مقبلين عليها؟ والله أنا إذا أشوف الشارع محتقن جدا والصراع بين الحركات السياسية وصل ذروته، الخطورة وين؟ الخطورة أن الصراع بدأ يستشري
في ائتلاف إدارة الدولة، وائتلاف إدارة الدولة ليس موحدا في دعم الحكومة، وهذا ينعكس سلبا راح يربكوه. ولذلك بدأ نشاطه، بدأ نشاطه يريد يلملمهم للإطار في وحدة موقف حتى تبقى حكومته قوية. فهل سيستمر الإطار في وحدة موقفه في ظل دعوة المالكي إلى انتخابات مبكرة؟ في ظل قوة الآن تتحدث عن عدم قناعة بالمسار، بعض يجي يقول لك أنت بديت تلحرف وأنت رايح لوية الغرب، وأنا ما أريد الغرب، والغرب كافر والمدري شنو، وإذا انشطار واضح، وجزء يجامل يحكي ويا الأمريكان شيء وبالباطن شيء آخر، شلون راح يقدر يتعامل مع هذه لم تستعاد التجربة؟ شوف قضية التسليح، يسمعني السيد السوداني، لا تقع في الفخ اللي وقعت فيه مصر. 50 مليار دولار تدفقت إلى مصر، لو محوليها إلى بنى تحتية ومحوليها إلى خدمات وناهضين بالقطاع الخاص، كان مصر ما صار بها هذا التضخم وهذا الأزمة والفقر والبطالة. وين راح؟ راح استبدل طائرات الـ F-16 برافال وقام يعزز القدرات القتالية، والنتيجة طبوا الإسرائيليين أخذوا 360 كيلومتر، غزة الآن كلها تحت سيطرة إسرائيل. قدرنا نسوي شيء؟ ما فادتنا الرافال. بس الفارق انت لو ما صانع نقمه جماهيريه، احنا الان شو نريد نسوي؟ 4.2 مليار حتى نجيب منظومات دفاع جوي، شو نجيب؟ نجيب اس 300 اللي اشار عليك بالاس 300 خلي يفهم قضيه، صاروخ واحد الهارم اللي موجود في الاف 16 يطير، البطاريه شنو؟ البطاريه بها رادار وبها قياده سيطره وبها صواريخ، يضرب الرادار يسكت لك اياها، وسكتوها بسوريا واصبحت خرده. الاس 400 ما تعطيك اياها روسيا، لان روسيا ما عندها استعداد ان تصطدم بالولايات المتحده. الروس عندهم حكمه، يقول لك انا عندي دا فاوض بين اوكرانيا وبين سوريا ودا ابحث عن مجال حيوي، فما عندي استعداد انا قاتل. اما الحكيم الصامت واعني بها الصين، فهي تراقب امدادات البترول تحتاج 13 مليون برميل يوميا حتى تحرك عجلة الاقتصاد، ما عندها استعداد أن تجازف مثل ما قال ترامب الذي سيعود قريبا. ترامب وش قال؟ قال الصين لا ترغب في المواجهة العسكرية، والدليل بيننا وبين تايوان آلاف الكيلومترات، في حين بينهم وبين تايوان 2 feet، يعني بس تقفز قفزة الصين تضم تايوان، لكن هم بضم تايوان حتى لا تزعج الولايات المتحدة. تدري ليش؟ لأن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبين الصين تريليون، 1000 مليار دولار، فتجي تجازف لك ب1000 مليار دولار على مود حكومة سقطتها كم تكتك باب الشرجي وحكومة عادل عبد المهدي. هاي المجازفات والطوبائية في دراسة التوازنات الدولية راح تجرنا إلى محاذير كثيرة، وأتوقع إسقاطاتها ستكون حاضرة في حكومة السودان. خلي بس أرد على ذني على السريع. الكلية العسكرية هنالك عمل من قبل السيد وزير الدفاع طبعا على قدم مساق بعملية تجديد البنية التحتية الخاصة فيها، وهذا واضح جدا يعني. نقلوها دكتور مكانها. لا هو ما يخالف هذه، هو الآن إحنا نصلح هذه، لأن عندنا طلبة تدري عندنا دورات قائمة يعني بهذا المجال، بهذا جهاز مكافحة الإرهاب طبعا من القوات المهمة ليس فقط في المنطقة وإنما في منطقة الشرق الأوسط، يعني من القوى الفاعلة وحتى على صعيد العالم، على العمليات الخاصة لو تصدر أي يعني تصنيف شوفه انه متمكن جدا بهذا المجال، لكن تبقى بيئة العمليات والوضع السياسي يبقى في هذا المسار، فهو دوما قوة منتصرة حقيقة. لكن هذا الموضوع التنويع مصادر السلاح طبعا احنا ماضين بها بالمناسبة، لانه وفقا للرؤية باتجاه التأسيس لعقيدة عسكرية قائمة لدى الدولة العراقية ماضي بها السيد رئيس وزراء سالك حمد الشاعر السوداني. سويك يا خردة يا حبيبي. لا 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 سويك يا خردة. اسمح لي يا اخي احنا ما رايحين على الكلام سوريا الفايبر صار نزهه بسوريا. بس اسمح لي بس اعطيني مجال يا اخي. احنا افتتحنا الان اكبر مركز للدفاع الجوي، وهذا لاول مره منذ 20 سنه كمركز للقياده والسيطره والتوجيه خاص بالدفاع الجوي. لا لا مو رادار، لا 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 هذا ياسس الى برنامج خاص بالدفاع، لان احنا الان اذا ترجع للموازنه هو شنو اللي صار بهذه الموازنه الثلاثيه؟ كل مشروع يقدمه الوزاره او الجهاز الحكومي يجب ان تكون به دراسه جدوى اقتصاديه، ويجب ان يكون به الاثر البيئي الخاص بهذا المشروع وشنو راح ينعكس على البرنامج الحكومي، لانه لازم يكون من ضمن البرنامج الحكومي ومفرداته. طيب. فبالتالي ماكو اي مشروع اقر بالموازنه الاتحاديه 23 و24 الا وكان له دراسه جدوى اقتصاديه وتاثيره على المجتمع وتاثيره على اسمعني بناء القدرات. بس شيء واحد بس كان بالجهاز المدني او بالجهاز العسكري مثل ما دكتور احمد الافكار القديمه لا لا ما عندنا تحذيرات. اقول لك استاذ نصر، انت تتذكر حكينا على مكافحه الفساد في مره مو في لقاء، الغوص بالتاريخ وبالماضي
راح ياخرنا. الرئيس الان رئيس وزراء سالم حمد الشيعة السوداني يتقدم للامام، شلون يتقدم للامام؟ انه من خلال امال المجتمع، امال المجتمع بالنقل. هذه يعطيك تحذيرات ما قابلت تسمع هاي التحذيرات. لا لا دا نشتغل عليها هذه. لا لا هاي تجاوزناه الموضوع يا اخي. يعني هاي تحذيرات طبعا، هاي التحذيرات الان. لا مو كسبار، لا 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 عفوا، لا هذا الكلام اللي لا افكاره محترمه الرجل. لا لا انت تقول، انت تقول هاي، لا لا انت تسوي جدل. لا لا استاذ نصير عزيزي، عزيزي اسمع بس اول شيء يده. لا يا إيه لا لا إيه لا مو يم انت انت ما لا اول افكار محترمه ولكن ولكن القوات المسلحه العراقيه على صنوف الاسلحه الموجود عندها عندها خطط استراتيجيه مهمه تعمل وفقا لدراسات الجدوى الاقتصاديه، تهديدات بيئه العمليات، وكذلك بالمقابل المخاطر الموجوده داخليا وخارجيا. هذه هي محددات وفي اطار طبعا المصلحه الوطنيه العراقيه بهذا المسار. اما انت تريد تقول لي لا لا مو تقول لي هذه انت انطي رساله تطمين. هو لا بالعكس احنا انت انطي رساله تطمين. قدراتنا قدراتنا انا اقول لك لا لا ماشيين احنا قدراتنا في مجال الدفاع الجوي بدات تنمو، عندنا تعاقدات مهمه في هذا المجال. لا لا عندنا تعاقدات مهمه في هذا المجال، لكن بالمقابل احنا مو بالحلقات الاعلاميه نعلن اسلحتنا الاستراتيجيه ولا ما يصير هذا. هذا معلوماته من قوي يعني خاصه بينا احنا هذه السنوات الماضيه اللي يعني اللي اسلحه فتاكه دكتور. لا مو اسلحه فتاكه، لا لا عندنا قدرات الان بدات تنمو، عندنا عقول الان بدات تنمو، كضابط الصف عندنا موجود وبدات يعني انه تمشي بهذا الاتجاه، عندنا امكانيات لتعاقدات مقبله نعم لتعمل عليها الحكومه العراقيه في اطار اللجنه العليا للتسليح، وهذا ما يعني الاجتماعات اللي عقدها السيد رئيس الوزراء مع يعني قاده الصنوف والاسلحه الموجودين في وزاره الدفاع كان واضح جدا انه بدنا نمضي بهذا الاتجاه. جيد، خليني اروح بمحور بشكل سريع بما يخص موضوع الانعكاسات في المنطقه على العالم. بس لنا وقت لا شوف انعكاسات اي اي وقت لا لا انعكاسات انا اقول لك شغله، شوف اكو مشكله للتفكير في مرحله الخروج من اثار الربيع العربي واثار الربيع العربي وعمليات التحولات اللي تجري، وكذلك بالمقابل ما حدث من ازمه غزه اللي هي غيرت من المفاهيم بالمنطقه حقيقه. فبالتالي الان المنطقه تنتقل الى مسارات. العراق هو شنو كان عنده؟ حتى اقول لك الخطه مالتنا شنو اللي كان. حلو. قبل شهر بشهر ال 11/23 اللي هو يعني تشرين الثاني حقيقه 23 كنا نخطط الى عقد مؤتمر اقليمي مهم جدا لنقل المنطقه بصوره حقيقيه الى التنميه الى الحوار، ونطلق مشروع التنميه اللي هو طريق التنميه الاستراتيجي اللي بدات الافكار تنطلق هنا وهنالك بهذا الاتجاه، ولكن بالمقابل كنا ننتظر. ظهرت لنا فجاه ازمه غزه انعكست على الساحه العراقيه، استطاع العراق ان ينهي هذه الاثار على الساحه العراقيه بصوره كبيره وفعاله من خلال حوار سياسي قادته القوى السياسيه العراقيه مع دوله رئيس وزراء سالم حمد الشيعة السوداني. بالمقابل لانه انا اقول لك شنو الفكره الاساسيه الان؟ انت احنا العراق مقبل على قياده القمه العربيه لعام 2025. وهذه القمه العربيه هي واحد من المخرجات الاساسيه للتاسيس لمنظور جديد للامن الاقليمي، لمعادله الاستقرار بالمنطقه، وكذلك بالمقابل الحقوق التاريخيه للمنطقه العربيه في مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني، يعني حقوق المائيه للعراق ومصر وغيرها، هذه كلها في اطار سياسه الامن القومي العربي طبعا تاتي. وبالتالي العراق مدرك حقيقه لاهميه التحديات الاقليميه وانعكاساتها على العراق من جهه، ولذلك لدينا بوابات الان للتفاعل معها بصوره ايجابيه. العراق ليس في مرحله 2013 وليس كذلك في لحظه سقوط الموصل، العراق كان في ضعف كبير جدا وتحديات كبيره، هذه اللحظه اللي من 2013 والعراق كان عنده مؤتمر بالقمه العربيه تذكرها يعني بال 2012. كل اكو عمل منظم جيد على مستوى محلي داخلي وخارجي وخارجي للدوله العراقيه للجهاز الحكومي اكيد. لا لا طبعا للجهاز الحكومي الان علاقاتنا متميزه مع دول الجوار السته، احنا لو هذا هم موضوع كان صعب جدا ان نصل بعلاقات مستقره مع المنطقه العربيه، الان علاقاتنا طيب. مهمه جدا حتى مع دول الخليج سواء المملكه العربيه السعوديه الامارات. لا لا اكيد الانعكاسات، شوف الحكومه العراقيه قادره بتحالفاتها الاستراتيجيه سواء مع الولايات المتحده الامريكيه او مع الدول العربيه او مع ايران وتركيا او مع المملكه العربيه السعوديه على تفكيك هذه الازمات. وانا راح اقول لك على ازمه داخليه صارت عندنا. الازمه اللي صارت بكركوك خلال الاشهر الماضيه واستطاع السيد رئيس وزراء خلال ساعات من انهائها. لو نقارنها بالحكومات السابقه كانت الازمه تمتد 10 ايام يلا تنحل. زين. وكذلك بالمقابل اداره المحافظه الان سواء في كركوك او كذلك في دياله انه قاعد نمضي باتجاه صناعه حلول حقيقيه على ارض الواقع من قبل القوى السياسيه العراقيه. اذا اكو عمل واكو رؤيه موجوده عند الحكومه العراقيه بهذا المسار، وهذا اللي يقينا من الازمات اللي قد تظهر خلال المرحله المقبله. جيد.
دكتور الازمات، شفت تراتبيه الازمات. احنا اجرينا انتخابات مجالس محافظات كبديل للالتفاف على انتخابات المبكره، انتخابات البرلمانيه المبكره. لا لا، الانتخابات مال المجالس والله استحقاق. اوكي اوكي، مو التفاف صدقني والله. إيه لا ما نعرف بها. وانت استاذي والي يعني ما اريد نسوي هاي الجدليه. لا ابدا ابدا. إيه؟ هي ليست جدليه. إيه؟ احنا كان الاتفاق بعد تشكيل الحكومه انتخابات برلمانيه مبكره. اي هسه المالكي، ايش قالوا؟ المالكي حيجيب لهم انتخابات بالضبط مبكرة. لا مو في وقت متاخر، صحيح يعني من قال الدكتور يعني انتخابات برلمانيه بالضبط. ليش؟ لانه صارت الصحوه للمطالبه بانتخابات برلمانيه مبكره في وقت متاخر، يتعسر تنفيذها اداريا. كانت في بدايه الاتفاق على انتخابات برلمانيه مبكره. شوف سوينا احنا، التفينا سوينا انتخابات مجالس المحافظات. نعم الدكتور قال اول ما بدات الازمه في كركوك تفاقمت الادياله، راقبوا ما يجري في الموصل. والموصل ومعاناتها، الموصل اللي كنا نامل ان نداوي جراحاتها بعد التحرير. نفس الاسلوب الان اللي دا نتحدث به، هذا الاسلوب الذي سبق القمه العربيه ومطالبه السيد المالكي بانسحاب قوات التحالف، وقلت به مجازفه. بالمناسبه ايش قلت؟ قلت لهم لن يصمد الجيش العراقي لا الجبهه الداخليه ولا الخارجيه امام اي تحدي يوم قرر المالكي انسحاب كامل للامريكان. وفي حينها عوتبت من جهات كثيره بما فيها جهات عابره للحدود. قالوا له هذا الكلام ما يصير تقوله، وراها سقط ثلث العراق. الان اللي اقول لك به، هذا التحذير مو فقط مني، التحذير من السفيره الامريكيه القادمه. السفيره الامريكيه التي ستاتي ببرنامج جمهوري، هي التي حذرت وقالت انه ازمه العراق يعاني من ازمه سياده. تعرف شو الازمه السياده؟ يعني ازمه وجود للدوله. شكرا حضرتك دكتور احمد الشريف الخبير الاستراتيجي، دكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء، شكرا حضرتك دكتور ايضا مره اخرى. اشوفكم بكره ان شاء الله، الى اللقاء.